أما هلأ نرمين ننتقل لمحطتنا الأخيرة ضمن رحلتنا الصباحية وخصصناها للمساحة الطبية لليوم. كثير منا يمكن نرمين بياخد مسكنات بشكل مستمر أو دائم، أو بالبيت تلاقي يمكن أسهل شيء بيقول لك خذ مسكن، خذ مسكن بترتاح بدون استشارة طبيب. في ناس صارت عادة بالنسبة لها عم تاخده بشكل مستمر. المسكنات آثارها السلبية على الجسم أخذها بشكل دائم لفترات طويلة وزمنية دون استشارة طبيب. رح نحكي عن كل هي التفاصيل مع الصيدلانية رشا الموسى. يسعد صباحك يسعد وأهلا وسهلا فيكي. صباحك يسعد صباحكم وصباح الأخبارية السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. لما نحكي عن المسكن خلينا أول شيء بداية نعرفها هيك طبيا، شو المكونات يلي موجودة فيها وهل هي إلى أنواع؟ تماما. هلا اكيد في انواع كثير للمسكنات، في عندنا مسكنات امنه، في عندنا مسكنات افيونيه، في عندنا مضادات التهاب غير استيرويديه، في عندنا انواع كثيره وكل حدا له حاله وله نوع معين لحتى ياخذ هالمسكن. هلا النوع اللي اكثر امان واللي انا حاحكي عنه اليوم هو الباراسيتامول او الاسيتامينوفين. الباراسيتامول هو مسكن الم وخافض حراره. كيف مسكن الم؟ لانه هو بيمنع عنا تشكل النواقل العصبيه الموجوده المسؤولة عن الألم الموجودة بالجهاز العصبي، فبصير عنا هون امتناع عن الشعور بالألم لأنه هو منع تشكل هاي النواقل. فلهيك هو المسكن ألم، وبنفس الوقت كمان بيأثر على منطقة تحت الوطاء فهو بيخفض لنا الحرارة. هلا من أهم ميزات الباراسيتامول أنه هو آمن لشكل لكل الشرائح العمرية، يعني الرضع، أطفال، نساء حوامل، كله حتى مسنين كلياته بيقدر ياخذ الباراسيتامول. بالاضافه لانه الاشخاص اللي بيعانوا من تقرحات او امراض بالمعده هو ما بيعمل ابدا اي نزوفات او اي انزعاجات معديه، فلهيك الباراسيتامول كمان امن لهي الاشخاص. الباراسيتامول شو بيسكن لنا؟ شو هي الالام اللي بيسكن؟ هو بيسكن لنا الالام الخفيفه للمتوسطه، يعني ما الالم اللي كثير قوي. حتى لو ذات العيار يعني بتلاقي الواحد مثلا اخذ حبتين ثلاثه. هلا احكي لك على العيار. النقطه مهمه انه قال لانه كتير عم توجع زياده مثلا. هذا السؤال احلى سؤال بكل الفقره. هلا نحن في عنا كذا عيار، في عنا 125، في عنا 325، في عنا 500,000، في عنا تمام لكل الشرائح العمريه. ففي عنا هلا الحب الموجود بالصيدليات في 500 وفي 1000. بتيجي عند المريض بتقلي له بدك ال 500 ولا ال 1000، فورا حيقول لك 1000 انه مشان ارتاح وانه بيتسكن اسرع وكذا. لا، في شيء اسمه سقف حدي. هلا اللي عم ياخذ 500 واللي عم ياخذ 1000 هو تسكن لانه تسكن بشكل عام، بس بتختلف مده التاثير. العيار ال 500 بيسكن لنا لمده 4 ل 6 ساعات، بينما ال 1000 بتطيل مده التاثير، يعني انه بيتسكن عنده الالم من 10 ل 12 ساعه، بس مو انه اذا اخذ عيار 1000 انه هو فورا حيطيب. لا، هي اكبر خطا انه عم يوقعوا فيه العالم. تمام. رشا حكيت لنا عن خطا شائع بما يخص موضوع المسكنات، خلينا نروح لتقرير نحكي عن ابرز الاخطاء الشائعه باستخدام المسكنات وبنرجع لنكفي حديثنا مع ضيفتنا. بعض الاخطاء الشائعه في تناول المسكنات. اولا، مضاعفه الجرعات على مدار اليوم، فعندما يصف الطبيب الجرعة الملائمة التي من شأنها أن تمنح التخفيف الأقصى للألم، فإن مضاعفة الجرعة مرتين أو ثلاث مرات لا تضمن المزيد من تخفيف الألم أو التأثير الأسرع للقرص. وفي بعض المسكنات إذا كان قرص واحد لا يزيل الألم، فإن تناول القرص الثاني والثالث قد يلغي كلياً عمل القرص الأول. ثانياً، لا يجوز دمج نوعين مختلفين، فكل مادة مسكنة مكونة من مادة فعالة مختلفة وتعمل بشكل مختلف. ثالثاً، عدم قراءة التعليمات الملصقة، وهي من الأخطاء الشائعة عند تناول المسكنات وشرائها من دون وصفة طبية. رابعاً، دمج مسكنات الألم مع الأدوية والأعشاب الطبية والمكملات الغذائية الأخرى التي يتم تناولها بانتظام، فمثل هذا الخلط يمكن أن يؤدي إلى تعطيل فاعلية أحد الأدوية. خامساً وأخيراً، القيادة تحت تأثير الأدوية، فبعض المسكنات يمكن أن يسبب التشويش، ومن المعروف أن ردات الفعل أو التأثيرات الجانبية للأدوية تختلف من شخص إلى آخر. كنا
كنا عم نتابع مع بعض تقرير عن الأخطاء الشائعة. خلينا نحكي نرجع نذكر فيها ونحكي فيها بشكل طبي أوسع. الأخطاء الشائعة لاستعمال المسكنات بشكل دائم، يعني تحسي مثل دواء العصر صار. يعني هلأ أي حدا بيكون ماشي مثلا عم يجاني أنا معي مسكن بالشنطاي، بتلاقي أي حدا في مثل يعني كأنه عم يأكل مثلا فينا نقول مسكة وماشي فيها. قدي مهم هون بعض الأخطاء عدم ممارستها بشكل دائم، وما تكون ثقافة عامة أنه أنا وين ما كان معي مسكن فيني أخذه بأي وقت. هلا تماما مثل ما قلتي، صار شائع كثير انه مين ما يكون ماشي دائما حامل المسكن. كثير غلط هذا الشيء، لانه الاستخدام المطول للمسكنات عم يعمل لنا فشل كبدي، وخاصه الباراسيتامول اللي هذا كثير عالم عم تغفل عنه كونه هو هامش الامان تبعه كثير واسع. فبيقول لك انه خلص طالما النساء الحوامل عم ياخذوه او الاطفال، فانه انا باخذه خلص كل يوم، او انا مثلا صار عنده مثل اعتياد انه انا مثلا خلص ما عاد نام الا لحتى اخذ حبه السيتامول. لانه هو من اثاره الجانبيه عند بعض المرضى انه بيعمل نعاس، فصارت العالم قبل ما تنام تاخذ حبه سيتامول. فهذا كثير غلط. فينا نعتبر هون وصل لحاله من الادمان على المسكنات؟ هلا طبعا في مسكنات بتعمل ادمان. هلا الباراسيتامول ما عم يعمل ادمان، بس عم يعمل اعتياد انه خلص الجسم تعود عليه. حتى بتصير احيانا انه حبه ال 500 ما عاد تعطي مفعوله اذا تاخذ على فترات طويله. وهلا 50% من المرضى عم يصير عندهم التهاب كبد، وهن مو تماما. بس لما نقول التهاب كبد قديش عم ياخذ الدواء؟ يعني حبه مثلا يوميا بشكل عادي، ولا هو عم ياخذ اكثر من حبه؟ هون كيف بتختلف العيار، عدد الحبات، الفتره الزمنيه. لما نقول فشل كبد اكيد في وقت طويل لاستخدام المسكنات او بكميات كبيره لو كان هو امن مثل الباراسيتامول. اكيد. هلا الجرعه المسموح فيها هي 4 جرام باليوم للشخص البالغ اللي اكبر من 12 سنه. اما للاصغر من 12 سنه هي 2.4 جرام. يعني ال 4 جرام هي لا هلا الاطفال حسب الوزن والعمر تنعطى الجرعه. تمام. بينما اللي فوق 12 سنه مثل ما قلت 4 جرام، اللي هن 8 حبات عيار 500 او 4 حبات عيار 1000. فانه اكثر من هيك انت حكما حيصير عندك اثار جانبيه، يلي هن شو؟ طفح، شرع، نعاس، فقر دم، يعني غثيان، تقيؤ، اسهالات. فانت ما انك مضطر ابدا تاخذ اكثر من 8 حبات باليوم. تمام. من الشغلات اللي وردت بالتقرير رشا بما يخص الاخطاء الشائعه، تناول المسكنات مع مكملات غذائيه او مع بيخلطوها مع ادويه ثانيه، او يمكن حتى مع شيء يمكن ببطل فعاليته. خلينا نحكي عن هي القصص، ايمتى بناخذ المسكن؟ طبعا يعني الفترة الصحيحة لأخذ هذا المسكن. طبعا هلا المسكن نحن ما بناخده مع اي دواء ثاني، بناخده لانه نحن عند اللزوم. يعني بس نحس حالنا مثلا عندنا تعب بالعضلات او عندنا صداع او عندنا اي نوع، فبنحاول انه ناخذ الحبة، وبعد ساعتين لثلاث ساعات ناخذ اي ثاني نحن عم ناخده، ان كان مكملات غذائية او ادويتنا اللي بناخدها بشكل مزمن. بس هلا بس بدي اقول لك الفرق بين العالم عم تاخذ مثلا بدل الباراسيتامول ايبوبروفين. الايبوبروفين بيعمل لنا تقرحات بالمعده. والايبوبروفين هو من مضادات الالتهاب غير الاستيرويديه، يعني كثير بيفرق عن الباراسيتامول. الايبوبروفين مثلا ما بينعطى مع المميعات، بينما الباراسيتامول بينعطى بس اكيد مو بنفس الوقت. بس انه فينا نفصل مثلا ساعتين هو الاكثر امانا فينا نقول. تماما صحيح. هو الاكثر امان. هلا الباراسيتامول مثل ما قلنا انه هو الاكثر امان، بس هو من الالام الخفيفه للمتوسطه. بينما الايبوبروفين من الالام المتوسطه للشديده. صحيح. فلهيك وهي انه بتستحب انه اللي عنده تورم او احمرار او تهيج مثل وجع الاسنان، فهون بيستخدم الايبوبروفين. طبعا اذا ما كان عنده مشاكل هضميه. بس هي لحالات استثنائيه مو بشكل دائم، بشكل طبيعي. تماما. تمام. اي وهلا كمان نفس الشيء مثل ما حكيت انه عن الحبه 500 عيار 500 او عيار 1000 عن الباراسيتامول، نفس الشيء عن الايبوبروفين. بتيجي بتقول له بدك عيار 400 ولا 600، بيقول لك لا بدي 600 احسن، انا ما بتحسن الا على عيار. لا مسالونا الفلانكي بيتاخذ مع الاسبرين ولا هو يعتبر قوي مسكن؟ لا هلا ما ليك ما في شيء بيتاخذ مع الاسبرين. ليش لحتى ناخذ؟ لا مش بنفس التوقيت. احنا عم نحكي مثلا انا فيني مثلا باخذ اسبرين بشكل دائم، بدي اخذ مسكن، هذا مسكن فعال. يفضل الباراسيتامول افضل اكثر امان. يفضل الباراسيتامول. تمام. قبل ما نختم في هيك شيء بتحب تضيفي بموضوع المسكنات نصيحه اخيره او اي معلومه حابه تضوي عليها ونحن ما سالناك عنها؟ تماما. هلا مثل ما قلت انه الباراسيتامول بيعمل لنا فشل كبدي واعتلال بالكليه. ومثل ما قلت عند 50% من المرضى، يعني عدد ما انه قليل ابدا. اكيد.
تمام. فلهيك انه لا، بنحاول انه نحن ما ناخذ المسكنات الا عن جد لحتى نكون موجوعين، مو لحتى ننام ولا لحتى انه يلا ها حسيت شوي صغيره وجعني راسي يلا باخذ حبتين كمان مو حبه، لا خلينا نحن نكون عم ناخذه بشكل معقول مشان يعطينا التاثير اللي هو مطلوب، لانه نحن كل ما زدنا الجرعه عم تزداد عنا الاثار الجانبيه اللي حكيت عنها من شوي وما عم نستفيد شيء، لانه مثل ما قلنا في سقف حدي، فلما نزيد الجرعه ما عم نستفيد، بس عم نتيح فرصه للاثار الجانبيه انه تزداد. لهون وقتنا بيكون خلص ورحلتنا الصباحيه خلصت. نتمنى الصحه والسلامه لكل الناس، والله يبعد الالم والوجع. ومثل ما قلتي الاعتدال باخذ المسكن اللي هو فعليا سليم، واستشاره الطبيب اهم شيء. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكم صيدلانيه رشا الموسى، شكرا كثير لك ولتواجدك الدائم معنا. شكرا لكم وللاخباريه السوريه. نور، وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، بدي اتمنى لك بقى نهار ظريف خالي من الالام والاوجاع والضغوطات. تمام، بعيدا عن اي ضغوطات. ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه بقيه نهار ظريف، تحملكم كل الخير والفرج والرزق، وتكون كل الابواب مفتوحه دائما امامكم، والبحبوحه مشان المخرج. اكيد بنتمنى يا رب هالنهار يحمل الخير وراحه البال والرزق لكل الناس، بنتمنى يا رب هيك الانفراج على كل الناس، وما بقى يكون في عندنا مشاكل وضغوطات. يمكن الحياة المعيشية قاسية والاقتصادية، بس هي ظروف عم تمر على الكل. من هلأ لبكرة بنلتقيكم بنفس التوقيت، تبقوا بألف خير. باي باي.